الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا زلنا في شرحنا لكتاب توحيد. من مؤلف هذا الكتاب؟ الشيخ محمد أبو هاي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وما هو موضوع هذا الكتاب؟ التوحيد. التوحيد. توحيد ايه؟ انهي توحيد؟ الالوهية. ما معنى توحيد الالوهية؟ افراد الله بالعبادة مثل الافعال والاقوال التي ترضي الله. الافعال والاقوال التي ترضي الله. مثل الصلاة والصيام. ماشي. والزكاة والحج. وايه تاني؟ باطنة زي ايه؟ باطنة مثل النية. زي النية والايه؟ والإنابة والتوكل والخشية والرجاء. طب توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بإيه؟ بربوبيته وبأفعاله. بإيه؟ مثل مين؟ أفعال الله زي مين؟ الخلق والرزق والتدبير والإناء والإيه؟ والشفاء والشفاء والإيه؟ والإهداء. كل دي بيد مين؟ والإحياء والإماتة. كل دي بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. والتصرف في الكون، يعني لا يتصرف في الكون إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يشي إلا الله. لكن ما يعتقد البعض من أن غيره يمرض ويشي وبيده أنه يتصرف في الكون كما يقول يفعل الصوفية والقبوريين. ماشي. توحيد الأسماء والصفات اللي هو مين؟ إفراد الله بأسمائه وصفاته. إفراد الله بأسمائه وإيه؟ وصفاته. يعني إيه إفراد الله بأسمائه وصفاته؟ مثل لا نسمي الله بالغني. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، من غير ما نمثل ولا نعطل ولا نشبه ولا نحرف معنى الصفة. بل هو جل على نفسه له يد، يبقى له يد، له وجه، له وجه، ينزل، ينزل، استوى على العرش، يبقى استوى على العرش. ما نقعدش بقى نالف ونقول استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدره والنعمه، ونقول كذا وكذا وكذا، ونقول النزول نزول امره او نزول رحمته، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويقول لك وجاء امر ربك. كل دي تاويل لا يجوز. جاء ربك، عبد ربنا جاء، لكن كيف جاء؟ كيفيته لا نعلمه. نزل ربنا في الثلث الاخير من الليل، ما كيف نزل؟ ما ندري نزل كيف ازاي. ثم وصلنا الى شرح هذا الحديث في كتاب التوحيد عن مسلم رضي الله عنه وارضاه عن ابي الهياج الاسدي قال: قال لي علي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا إيه؟ سويته. أبي الهياج الأسدي هو حبان ابن حصين، يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال له، قال لي علي رضي الله عنه وأرضاه. علي من آل البيت يا أولاد، علي بن أبي طالب من آل البيت. فيقول له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ إيه اللي بعث عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. يعني ما معنى تدع صورة إلا طمستها؟ ما معنى طمستها؟ طمستها أخفيت ملامحها. أخفيت ملامحها، تزيل ملامحها. فإن الصورة هي الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم. لما حرمت الصور؟ لما حرمت الصور يا مول؟ تضاهي؟ لأنها بداية الشرك. بدأ الشرك إزاي؟ عن طريق تصوير إيه؟ تصاوير. الناس الصالحين صوروا صور تصاوير، ودا وسواعا ويغوث ويعوق. فأرسل الله إليه النبي، اسمه نبي الله مين؟ عليه السلام، عشان يدعوهم إلى مين؟ إلى التوحيد، وترك عبادة مين؟ فمن أجل ذلك حرمت الصور والتماثيل، لأنها تضاهي خلق الله، ولأنها أصل الإيه؟ الشرك. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد صورة على نمرقة، يعني وسادة الرسول بيتوسد بها،
فالرسول رأت عائشة في وجهه الغضب أو الكراهية، فقالت أستغفر الله مما صنعت يا رسول الله، وأنا عملت إيه؟ قالت ما بال هذه الممرقة؟ إيه الممرقة اللي أنت حطاها دي؟ إيه الوسادة اللي أنت حطاها دي؟ إيه الصورة اللي عليها دي؟ قال لها، فقالت وسادة تتوسد بها يا رسول الله. طب هي عاوزة الشرك بالله؟ لا. قصدها الشرك بالله؟ لا. قصدها تضاهي خلق الله؟ لا. لا. حاشاها أن هي تعمل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال إيه؟ المصورون. ولذلك لا يجوز لنا أن احنا نقتني صور في البيت، سواء كانت الصور ديت طالما أن هي صور ذات أرواح، يعني أي حاجة فيها روح لا يجوز أن أنت تضعها في بيتك. لكن صورة السماء، صورة مثلا حاجة الجبال، ارسم كل حاجة ما عدا كما قال ابن عباس للرجل ارسم كل ما لا روح فيه، كل ما لا روح ايه فيه. شيخ ما ينفعش ان احنا نكون عندنا صور، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضح صورة الا تمسطها، لا تضح صورة الا ايه صورة اللي هو ذات الايه الارواح، يعني صورة الحيوان صورة الانسان لا يجوز ذلك، سواء كان تمثال او سواء كانت صورة عادية من الصور بتاعتنا الفوتوغرافية دي، خلاص. لكن يجوز لنا ان احنا نقتني صورة مين؟ الانسان، صورة البطاقة، صورة جواز السفر، الصور الضرورية اللي هي للضرورة، صورة الكارنيه، صورة هنوديها المدرسة، يجوز ذلك، يجوز ايه؟ ذلك. طيب، ولا قبرا مشرفا الا سويته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. يبقى علي بيقول لأبي الهياج الاسد ايه؟ لا تدع صورة الا ايه؟ تمسطها، ولا قبرا الا سويته، قبرا مشرفا الا سويته. ايه هي السنة في بناء القبور يا ولاد؟ عدم الكتابة عليها. ايه تاني؟ لا تزيد ايه؟ ان احنا لا يجوز ان احنا نعليها اكتر من ايه؟ من شبه، نرفعها اكتر من ايه؟ شبه. نعم؟ عدم الجلوس عليها، عدم الجلوس عليها، عدم الصلاة اليها، عدم الصلاة ايه؟ اليها، عدم اتخاذ القبور مساجد، عدم اتخاذ القبور ايه؟ مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه؟ قالت عائشة فلولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ إيه مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره. عائشة اللي بتقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس الذين تدركهم النار القيامة أو الساعة وهم أحياء الذين يتخذون القبور مساجد، شر الناس اللي تقوم الساعة عليهم وهم يتخذون القبور إيه مساجد. يبقى احنا السنه في القبور ان احنا لا نرفعها اكثر من ايه؟ من شبر، وان احنا ايه؟ لا نكتب عليها ولا نقصصها ولا ان احنا نبني عليها ولا نوقد فيها السرج. نوقد فيها السرج يا اولاد، ايقاد السرج فيها لا يجوز، ولا نجلس عليها ولا نصلي ايه؟ اليها، ولا نتخذ القبر ايه؟ مسجدا. يبقى هل هذه الاضرحه جائزه اللي احنا موجوده ديها؟ لا لا. طب يا اولاد لو واحد قال لك بس قبر الولي او قبر النبي غير قبر الناس، لا لابد ان احنا نعظمه، لا نقول له لا، في دليل على ان قبر الولي او النبي او اي احد لا يجوز ان احنا ايه؟ لا يجوز ان احنا ايه؟ لا يجوز ان احنا نتخذه، لا يجوز ان احنا ايه؟ حتى لو كان قبر نبي، حتى لو كان قبر نبي، يعني واحد جه قال لك يا عم ايه؟ لا، قبر الانبياء لابد ان احنا نعظمهم لان احنا بنحبهم، لازم ان احنا نعمله ضريح ونعليه عن الارض وكذا وكذا. كيف واحد يردنا على ذلك من سنه من السنه؟ حد يعرف دليل اجمع عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما ابو الهياج الاسد قال لي يا رسول الله، قال علي لا تترك صوره الا لا تدع صوره الا مشرفا الا سويت مشرفا يعني مرفوعا عن الارض. يبقى السنه ان احنا القبور العاليه دي المفروض ان هي تبقى بسوي الايه؟ الارض. دي سنه الرسول ولا مش سنه الرسول؟ سنه الرسول. طيب انا من دول دلوقتي لو جه واحد قال لك بس يا اخي قبور الانبياء والاولياء غير قبور الناس، غير قبور مين؟ الناس.
تقول له لا الصحابة عملوا ايه مع نبي مع نبي من انبياء الله؟ حد عارف القصة؟ ها في نبي من انبياء الله من بني اسرائيل اسمه دانيال. ايه اللي حصل بقى؟ الرسول اخبر ان امة الاسلام ستدفنه طيب لما كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كما قال ابن كثير في تاريخه في ذكر هذه القصة أنه لما افتتحوا تسطر بلد اسمها ايه؟ تسطر. وجدنا في بيت الهرمزان دي اللي هو الملك يعني اللي بيحكمه سريرا في بيت الملك اللي هو في بلد تسطر ديت ملكا في بيت الملك دي سريرا عليه رجل ميت ايه؟ وعند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب. حملوه إلى مين؟ ودوا المصحف ده الكتاب ده لمين؟ لعمر بن الخطاب. فلما أرسلوه إليه دعا بكعب كعب دي كان بيعرف اللغة بتاعة العبرية فقام بمين؟ بترجمته وقال فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية هذا الرجل يعني قال إن هذا الرجل يعني قبر سيدنا مين؟ دانيال فأمر عمر الصحابة أنهم يعملوا ما يبقى أمرهم بمادة أيوة ويعموا يقوم بتعمية وبإخفاء القبور. إيه السبب الصحابة عملوا كده ليه؟ سدًا للذريعة لكي لا يعبد هذا القبر من دون الإيه؟ لا دي يعتبر إجماع ولا مش إجماع يا أولاد؟ إجماع. لأن الصحابة بما فيهم عمر اللي هو كان أمير المؤمنين أمر الصحابة بأنهم يعملوا ما ان هم يحفروا 13 قبر ثم ان هم يعملوا ما ثم يضعوا يدفنوه في احدها في احدها وقاموا بتعمية القبور كلها. يبقى ايه الفرق بيننا وبين عمر؟ هل سنة هل فعل عمر اولى ام فعل الناس الصوفية والقبوريين اللي بيفعلوه؟ يبقى هل يجوز لنا ان نرفع قبر نبي اولي عن الارض؟ لا ماشي. وهذا إجماع من الصحابة. فكيف لو ظفر الناس في زماننا بمين؟ بقبر دانيال. لو الناس في زماننا وجدوا قبر دانيال أو جثة سيدنا دانيال كانوا عملوا لها إيه؟ كانوا عملوا لها مقام وضريح ومولد وقعدوا إيه؟ يطوفوا بهذا القبر ويسألوه من غير الله نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.